اشتداد على الأجواء الباردة وزخات من الثلوج في بعض المناطق. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. ازدادت نهار اليوم الاثنين الأحوال الجوية القارصة البرودة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل إضافي، وسادت أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا في عموم المناطق. لكن اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء وخلال نهار يوم الثلاثاء، يتوقع أن يتدفق المزيد من الرياح القطبية قارصة البرودة نحو المملكة، وبالتالي هناك انخفاض إضافي على درجات الحرارة مع فرصة لبعض الهطولات الثلجية في بعض المناطق. نبدأ نشرتنا باستعراضنا لخرائط أو لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم الاثنين، والتي توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع في عموم الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كنتيجة لوجود هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تعمل على تكاثر هذه الغيوم. هذه الغيوم اندفعت نحو المملكة على شكل أجواء غائمة جزئية إلى غالبا غائمة، مع فرص أو مع هطول بعض زخات من الأمطار بشكل محدود جدا. لكن خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء، يتوقع أن يتدفق المزيد من الرياح أو الهواء القطبي من الأراضي التركية نحو المملكة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. سيعمل هذا الهواء على انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأيضا اندفاع للمزيد من الغيوم المنخفضة نحو المملكة، والتي استعمل على هطول بعض زخات الثلوج في بعض المناطق. نستعرض الآن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة، أو خرائط توزيع الهطولات بشكل عام المتوقعة من نهار يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين تتركز الهطولات هنا فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط كنتيجة لوجود هذه الكتلة الهوائية الباردة. لكن اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، تبدأ هذه الغيوم تتحرك شرقا باتجاه عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة، بالتزامن مع بدء تدفق هذه الرياح القطبية الأشد برودة نحو المنطقة. وصول هذا الهواء البارد بالتزامن مع وجود هذه الهطولات سيعمل على وجود فرص لهطول زخات من الثلوج وأيضا من البرد في عموم المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة على المناطق الجبلية. وتستمر فرص هطول هذه الزخات الثلجية والمطرية خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، على أن تتراجع سريعا هذه الهطولات خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء. لكن مع وجود الهواء البارد وتراجع الهطولات وتناقص كمية الغيوم خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء، يتوقع أن تتشكل موجة صقيع واسعة وأيضا موجة انجماد في عموم مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء قارصة البرودة، درجة حرارة المقاسة 0 درجة مئوية، أما المحسوسة تكون أقل من ذلك، درجتين مئويتين تحت الصفر. الرطوبة مرتفعة والرياح تهب شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان 3 أيام القادمة، يوم الثلاثاء انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، 4 درجات مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، مع فرص لبعض الزخات الثلجية في العاصمة عمان. يوم الأربعاء يميل الجو للاستقرار، ترتفع قليلا درجات الحرارة، لكن يستمر الطقس شديد البرودة سواء ساعات النهار سواء ساعات الليل. خلال ساعات الليل يتوقع أن تشكل ويتجدد تشكل الصقيع والانجماد في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس يستقر الطقس، ترتفع درجة الحرارة، لكن تبقى الأجواء باردة، 9 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 4 درجات مئوية. نذهب الآن لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية ليوم غد الثلاثاء. أجواء شديدة البرودة، فرصة لزخات من الثلوج في عجلون، وأيضا فرصة هطول الثلوج متوقعة في عموم المرتفعات الشمالية. إربد 9 إلى 3، جرش 7 إلى 2، عجلون 8 إلى 2، والمفرق رياح نشطة وزخات من الأمطار و7 إلى درجة مئوية واحدة. المنطقة الوسطى أيضا أجواء قارصة البرودة مع فرصة لهطول زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية بما فيها الأحياء العالية من العاصمة عمان الزرقاء 7 إلى 2، عمان 4 إلى درجة مئوية تحت الصفر، البلقاء 5 إلى 0، مأدبة 5 إلى 0 أيضا، والبحر الميت 15 إلى 8 درجات مئوية. نفس الأجواء متوقعة في المنطقة الجنوبية، زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية، الكرك 5 إلى 0،
الطفي إلى 4 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، الشوبك درجتين إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر، وبالتالي هناك موجة انجماد وصقيع شديدة في المرتفعات الجنوبية. معان زخات من الأمطار 7 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر، أما العقبة 16 إلى 9 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق رياح نشطة وأتربة مطارة 11 إلى درجة مئوية واحدة، الصفاوي 10 إلى 0 درجة، أما رويش الطقس غائم مع 10 إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر. إلى أن تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.